تفرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. وأقيموا الصلاة ولك تكون المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا واقع المسلمين الآن. فرقهم الشيطان وشياطين الإنس فرقوهم ومزقوهم وشتتوهم فاختلفوا في المبادئ والمناهج والعقائد وصار بينهم العداوة والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وأصب الله الطائفة المنصورة التي أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تزال طائفة المسيح حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة ولله الحمد رفعت راية السنة على امتداد التاريخ من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا صداقا لما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والذي يفرق السلفيين ليس منهم كثرة صلاة القرآن والتفريق يا إخوة. كنا في أول حياتنا أدركنا السلفيين في العالم كله على عقيدة واحدة ومنهج واحد لا اختلاف بينهم ولا تخاصم ولا صراع، إنما المحبة والمودة والإخاء. تأتون من كل أنحاء الدنيا، من الهند، من باكستان، من اليمن، من الشام، من مصر، من فلسطين، من كل مكان، كأنما هم أسرة واحدة، ربوا تربية واحدة، جمعهم على هذا الحق وعلى المنهج، التزامهم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما رأى داء الإسلام وأهل البدع والضلال أن راية السنة مرفوعة وأنها غالبة طاهرة على أداء الله وأداء سنته مع صلى الله عليه وسلم دسوا فيهم من يفرقهم ويمزقهم ويشتت شملهم. في كل بلد الآن تجد السلفيين مختلفين في كل مكان، حتى في المملكة مختلفين، في الشام، في ليبيا، في مصر، في السودان، في المغرب، في الجزائر، يندس فيهم شياطين الإنس ليفرقونهم ويمزقونهم. وحب الزعامات له دور كبير أيضا، حب التصدر، حب الزعامة له دور كبير في رأس الشحناء والتفرق والعياذ بالله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنا جميع كيد الشيطان، وأن يجمع بين قلوبنا على الحق، وأن يذهب عنا نزغ الشيطان، وليحرص كل واحد منكم على هذه الروح الطيبة الحريصة أشد الحرص على جمع الكلمة ولم الشمل والابتعاد عن التفرق والتحذير منه، واستنادا إلى نصوص الكتاب والسنة، ومنها الذي تلونا عليكم، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يجمعكم فصير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور والتفرق، والله هذا من شر المحدثات. وإياكم أتاتمون فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.